نشأ في منزل تعود على الفن وسماع الطرب الأصيل، فأحب العود وتعلمه. فكان لنا لقاء مع الفنان والملحن وجه المدينة لهذه الحلقة أمير عبد الله. عشق الفن والغناء منذ الطفولة في أسرة اعتادت على سماع الطرب العربي الأصيل. الفنان الشاب الموهوب أمير عبد الله بدأ حياته الفنية متأثراً بموسيقار اليمن وفنانها الكبير أحمد فتحي. أحب العود وأدمن العزف على الأوتار، متخذاً في ذلك منهج الاعتماد على النفس وحبه الكبير للغناء والطرب الأصيل. والله أنا من أسرة ليست فنية، بس العائلة يعني ما شاء الله سميين. يعني وأنا كنت صغير كانوا العصر تعرفي يعني وقت القيلولة يعني يشتغلوا في البيت كرايمي وذا، فيفتحوا موسيقى طرب، أغاني قديمة، محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، أحمد قاسم، يعني الفنانين الكبار كلهم. فمع الوقت الأذن أصبحت موسيقية، ما كنتش متوقع أنه عندي صوت. يعني اكتشفت في المدرسة، لما كنت في المدرسة فكانوا يقولوا صوتك حلو صوتك حلو. هذا بالنسبة للصوت، بس بالنسبة للعود، العود هو له قصة. يعني كنت في 2002 تقريبا معزوم في مقيل، طبعا أنا ما خزنش، بس حضرت في جلسة في بيت الملحن أحمد باقتادة، طبعا هو أستاذ قدير وكبير وملحن كبير، فعزمنا في جلسة وما كنتش عارف من الحضور. فكان الحضور الأستاذ أحمد فتحي والعملاق محمد سعد، ويعني كانوا موجودين في الجلسة، وكنت أنا يعني ما أعرفش أعزف عود. فلما بدأت الجلسة كده تحلو، فالأستاذ أحمد فتحي أخذ العود وعزف، فتفاجأت أنا يعني الأول مرة أشوف واحد يعزف بدل الأسلوب الخيالي، يعني حاجة خيالية. فتحديت نفسي فقلت ليش أنا ما أعزفش عود؟ أخلصت في طاعتك.
لأمير هواية وليس مهنة، فثمة الكثير من المعوقات التي تقف أمامه وتحول دون احترافه للفن وممارسته كمهنة. أتعلمت العود إذا أقول لك ما بكذبش عليك يعني لوحدي، بس اللهم خليت واحد صديق لي يعزف عود فقط يضبط لي أوتار العود، وبعدين من تضبيط أوتار العود إذا في واحد فاهم بالعود بيعرف إنه هنا البداية كيف تعرف تضبط العود، وبعدين جلست أخربش بالعود لما جبت الحان وعرفت إيش معنى العود، وحبة حبة تعلمت. طبعا هذه الفترة كلها كانت سماعية إلى أن جاءت 2013 بدأت يعني اشتري كتب موسيقية وتعلم المقامات، فتعلمت المقامات، لحنت بعض الأغاني لناس بحضرموت، طبعا الأغاني حق السمرات حق حضرموت، خصوصا أصحاب سيئون ما شاء الله هناك يعني ناس يعشقوا الفن. متأثرا بالفنان الكبير أحمد قاسم، أحب أمير اللون العدني في الغناء، وقلد الكثير من الفنانين في تجربة ساهمت إلى حد كبير في تشكيل موهبته الفنية وقدمته كعازف متمكن للعود. جدد ايام الصفا واترك الماضي وعود، ليش طولت الجفا لامتى بس يا عنود؟ جدد ايام الصفا واترك الماضي وعود، ليش طولت الجفا لامتى بس يا عنود؟ ايش دي جاب العداوة بيننا واحنا سدود؟ ايش دي جاب العذاب بيننا واحنا سدود؟ كغيره من الفنانين يأسف أمير لما يعانيه الفن والفنانين في اليمن من تجاهل وعدم رعاية واهتمام، فالكثير من الفنانين يعانون الإهمال والبعض منهم لم يكرم إلا بعد وفاته. أعرف شباب كثير مبدعين بالعزف حق على آلة العود، بس المشكلة يعني للأسف أنا رحت اسكندرية في 2014 وقلت نحن مش أقل منهم، يعني بس لو يوفروا مكان للشباب يجتمعوا فيه أسبوعيا يمارسوا فيه جميع النشاطات، من شعر من رقص من موسيقى العزف على الآلات من غناء، لو فقط بس هذه وفروها صدقينا يمكن لو في معانا مسرح وطني يمكن يحصل فيه عرض أسبوعيا للأعمال اللي يعملوا لي بروفات داخل هذا المكان اللي يجتمعوا فيه زي ما يحصل في اسكندرية، بس للأسف ما فيش دعم لهذه المواضيع. ونتمنى من الجهات المعنية أن تعمل حاجة للشباب الموهوبين، ما نقولش لنا نحن خلاص، يعني أنا أشوف نفسي قد عدت نص العمر، معيك شباب بالعشرينات وناس عندهم إمكانيات، يعني حرام هذه المواهب تدفن، يعني كفاية اللي الكبار اللي راحوا وماتوا ما عرفوا بقيمتهم مع احترامي إلا بعد ما يروحوا، ونحن ما نشتيش هذا الموضوع يستمر. عدن قبلة الفن، يعني لو تروحي الخليج لو تروحي الدول العربية يعني يعرفوا إنه عدن بحكم موقع الاستراتيجي الهام، يعني جميع الثقافات فيها، الثقافة الهندية الأفريقية، ده غير الألوان المحلية اللي عندنا، يعني شيء غريب حتى في إيقاعات مش موجودة في العالم. يأمل أمير من الحكومة أن تولي الفنانين قليلا من الاهتمام باعتبار ذلك جزءا من اهتماماتها الوطنية والثقافية، فاليمن كما يقول بلد الفن والحضارة، ولا ينبغي أن تكون بيئة طاردة للفنانين ومقبرة للموهوبين.